السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة صحة وجمال. بنرحب بكم في حلقتنا الجديدة معاكم النهاردة من مشاكلنا في المخ والأعصاب ومشاكل آلام العمود الفقري. يسعدنا أن احنا نتواصل مع بعض، نتكلم في كل المشاكل اللي بتقابلنا بالنسبة للعمود الفقري، أسباب الألم، الانزلاق الغضروفي، خشونة الرقبة، خشونة الفقرات القطنية، الزحزحة الفقرية، الألام الناتجة عن مشاكل العمود الفقري، ضعف العضلات أو وهن العضلات. الحاجات دي كلها إن شاء الله هنتكلم مع بعض فيها. يسعدنا أن احنا نتلقى اتصالاتكم، ويسعدنا أن احنا نستقبل رسائلكم النصية على الأرقام المبينة على الشاشة إن شاء الله رب العالمين، ونتواصل دايما وإن شاء الله نتكلم في هذه الحلقة ونقدر نفيد بقدر ما نستطيع القدر الأكبر من الناس. آلام العمود الفقري هو الحقيقة يعني دايما السؤال الكبير اللي بيجي لنا، يعني ليه بقت كتيرة جدا الأيام دي؟ يعني آلام العمود الفقري بقت حاجة من الحاجات اللي بقت يعني منتشرة وسائدة، وناس كتيرة جدا مشكلتها الرئيسية النهاردة بقت مشكلة العمود الفقري، سواء في الألم اللي غير محتمل، سواء في عدم المقدرة على العمل أو الحركة، أو إن بقى عندي مشكلة بتعطلني أو بتعيق حياتي. يعني أنا النهاردة لما أبقى إنسان كويس ما عنديش ألم، بقدر اصحى الصبح امارس حياتي، اشوف شغل ست البيت في بيتها، تقدر تبدا يومها وتشوف حياه، تعرف تنزل من على السرير، تدخل الحمام، تبدا تشتغل، تقدر تصلي، تقدر تشتغل المطلوب منها في البيت. لا، الحقيقه اللي بنشوفه من المشاكل بيخلينا حياتنا بقت الالم والعذاب والعطله وعدم المقدره على العمل او عدم المقدره على الحركه. اسباب المشاكل بتاعت العمود الفقري حاجه كتيره جدا، ويمكن هي زياده في الفتره الاخيره نتيجه لان المشاكل الصحيه في الغذاء، كثره الامراض اللي بقت موجوده، ارتفاع بعض المعدلات زي امراض السكر، امراض الضغط، هشاشه العظام، الحاجات دي كلها بدات تنصب كلها على مشاكل في العمود الفقري. لان دايما العمود الفقري احنا بنشبهه بنقول ان هو عامل زي العمود اللي شايل العماره. العمود ده هو ده اللي شايل الجسم كله، ويمكن لو عندي عماره بيبقى فيها بدل العمود 20 عمود بيشيلوها او اكتر، بينما بتبقى قضيتي انا في العمود الفقري ان انا ما عنديش غير عمود واحد، والتركيب بتاعه تركيب صعب جدا ومعقد جدا وحساس جدا. فبالتالي المشاكل او الخلل اللي بيحصل في العمود الفقري يؤدي الى اعراض كبيره وشديده، وناس كتيره جدا بتعاني وتتالم منها. النهارده بنفتح الملف بتاع الام العمود الفقري والمشاكل وازاي نتجنبها ونحلها. هنتكلم على ناخدها جزء جزء كده. العمود الفقري بتاعنا بيتكون من ايه؟ العمود الفقري بيتكون من مجموعة من الفقرات هي مرصوصة فوق بعضها ومقسمة إلى مناطق، بمعنى إن أنا عندي منطقة بنسميها المنطقة القطنية، في منطقة اللي هي أسفل الظهر، في المنطقة الصدرية والمنطقة العنقية، وآخر حاجة من تحت اللي بنسميها المنطقة العجزية والعصعصية، دول اللي داخلين في الحوض بتاعنا. في معنا اتصال؟ أستاذة منى. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فندم اتفضلي. بص يا دكتور، حضرتك انا عندي والدتي عندها تاكل في الغضاريف وخشونه شديده، ايوه، ومش قادره تمشي على رجليها خالص، سنها 65 سنه يعني. وانا يا دكتور عندي انزلاق غضروفي من الفقره الرابعه لحد السابعه في ظهري، والتهابات شديده. انا عملت رنين، التهابات شديده في الفقرات العنقيه، تمام، لدرجه ان انا ما بقدرش اعمل شغل البيت خالص يا دكتور خالص. انت عندك كام سنه يا مدام منى؟ 28 سنة، لسه صغيرة. بقالك قد ايه بتشتكي يا منى؟ ليا سنة دلوقتي. بقالك سنة. عاملة الأشعة الرنين في بقالها قد ايه؟ ليها ملهاش شهر، 15 يوم. ولقيت إن في عندك التهابات في الفقرات وغضاريف من الفقرة الرابعة للسابعة؟ طيب، الوجع بيسمع أكتر في رقبتك وكتافك؟ يا دكتور، وجع الرقبة بتسمع على كتافي وعلى ظهري، ومش قادرة امسك مشط ولا اعمل اي حاجة. في تنميل بيجي في ايديك او في صوابع ايديك يا منى؟ في تنميل وفي فتلات. انت بتشتغلي ولا ست بيت؟ لا ست بيت. وفي دكتور البول بيسبكني. ورجلي يا دكتور ما بقدرش اقف عليها اكتر من 10 دقايق. بتحس بايه لما بتقف اكتر من 10 دقايق يا منى؟ الوجع بيبقى بيسمع في رجلك؟ بيسمع جامد يا دكتور، وببقى عايزه افرطهم قدامي، مش قادره اتنيهم، مش قادره اربحهم. طيب، الم شديد ما بقدرش اقف اعمل اي حاجه. طيب، انت رحتي لحد من الاساتذه المتخصصين في العمود الفقري يا منى؟ ما ادانيش اي حاجه، تانيش غير ميو في مبسط عضلات بس، لا اكتر ولا اقل. طبعا، ما ده مش حل. ده مش حل. طيب، انا هجاوبك يا استاذه منى.
ويسعدنا انك تسمعينا لحد اخر الحلقة، لان احنا هنقعد هنتكلم ونتكلم على الرقبة ونتكلم على الظهر، وهنجاوبك على المشاكل اللي هي بتاعت الوالدة الاول، وبعد كده هنقولك يا منى مشكلتك ايه ونساعدك في الحل ان شاء الله رب العالمين. يعني منى عندها 28 سنة، يعني سن صغير جدا، وده اللي بدأ ياخدنا الى المنطقة بتاعت خطورة مشاكل العمود الفقري. ان كان من فترة يعني من 20 سنة فاتوا كنا بنتكلم ان دايما مشاكل العمود الفقري ما بتجيش الا في الناس كبار السن اللي فوق 55 و60 سنة، والناس اللي اشتغلوا كتير قوي. يعني ايه؟ دايما احنا عندنا قاعدة بنقول الام العمود الفقري ما بتجيش لحد مستريح، يعني لما يبقى حد حياته طبيعة حياته ما فيهاش شقة ما فيهاش شغل ما فيهاش مجهود زيادة. عادة العمود الفقري ما بيشتكيش الا في سن متأخر جدا، اللي هي بنسميها التطورات السن الطبيعية جدا. لكن في السن الصغير عندما ينتقل المرض الى سن 18 و19 سنة و20 سنة و25 و28 سنة، احنا بنتكلم الى انتقال الخطر الى السن الاصغر. فبرضو هنتكلم بقى نقول ايه اسباب الالم اللي بيجي لنا في السن ده. طيب الاستاذة منى قالت عملت اشعة رنين، هي مشت صح جدا، عملت راح كشفت وعملت اشعة رنين مغناطيسي وتلقى ان في التهابات في الفقرات وبداية غضاريف او تآكل في الغضاريف. كلمة تآكل في الغضاريف او التهاب في الغضاريف او انزلاق غضروفي، لا ده كلمة كبيرة ما نستهونش بيها يعني. وبعدين الموضوع مش بالبساطة ان انا ادي مسكن والمسكن حل المشكلة والموضوع شكرا السلام عليكم الموضوع خلص، انت ما حلتش مشاكل. احنا دايما بندور على ايه سبب المشكلة. دايما مشاكل العمود الفقري بتيجي في الناس اللي بيشتغلوا كتير، الناس اللي بتشيل بتحط، وخاصة ان احنا عندنا بعض العادات في حياتنا ان الستات دايما بيشيلوا حاجات على راسهم، سواء في الريف او في المدن او في القرى بيشيلوا على راسهم اوزان تقيلة جدا بتصل الى 50 كيلو او ساعات اكتر. طبعا هذا الكلام مع التكرار بيؤدي الى ضعف في الفقرات، والغضروف نفسه يبدا بدل ما كان الغضروف ارتفاعه سنتي يبدا الغضروف ينضغط بقى 8 مللي بقى 7 مللي بقى 6 مللي، قفل الغضروف على العصب يدينا الالام، الالام بتاعتنا سواء الام في الرقبه او الام في الكتفين. الام العمود الفقري في الفقرات العنقيه يا جماعه مش لازم تكون في الرقبه، ودايما انا بحب انبه على هذه المعلومه. ليه؟ كتير جدا من الناس يجي باشعه وعمل اشعه تقول ده انت عندك غضروف في الرقبه، يضرب كف على كف ويبقى مستغرب كانك بتقول له حاجه غريبه. ليه؟ لان هو يقول لك طب ما تشوف انا الرقبه بتاعتي انا بحركها شمال ويمين وفوق وتحت ما عنديش مشكله فيها. لا، في مشكله في الرقبه، بس مش كل واحد عنده غضروف في الرقبه لازم يجي له وجع في الرقبه. احنا بنقول ان 30% من الناس اللي عندهم انزلاق غضروف عنقي يسمع بعيد عن الرقبه، يجي في الكتف، يجي في الدراع، يجي في الايدين، يجي في الصابع، ممكن يجي في صابع واحد ويبقى الغضروف موجود في الرقبه. هنكمل معانا اتصال. استاذ علي. ايوه اهلا بيك يا استاذ علي، اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك حبيبي، اتفضل يا بابا. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا، اتفضل. انا بقالي يا دكتور 9 سنين نايم على الفرش. الف سلام عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا باشا. انا كنت واقع على ظهري. ايوه. وعندي يا سيدي العزيز الفقرات ضغطت على العصب. تمام، على الحبل الشوكي. على الحبل الشوكي. تمام، المنطقة القطنية ولا الصدرية؟ لا، الظهرية، أنا عندي ظهري. تمام. فأثرت يا دكتور، أثرت على نص اللي تحت. طيب، في تحكم في البول ولا ما بتتحكمش في البول؟ أنا حضرتك بركب قسطرة. يعني مفيش تحكم في البول. لا. طب بتحس بالإخراج؟ لا والله. ما بتحسش بيه، مفيش أي حركة في صوابع رجليك ولا حاجة. أنا في إحساس يا دكتور داخلي في بتاع رجلي. بتحس بحرقان أو زي كهرباء أو ممكن رجليك تلم لوحدها أو ترعش ولا حاجة؟ يا دكتور في رجلي بيحصل كده. بيحصل هذا الكلام. طيب، آخر أشعة رنين مغناطيسي عملتها إمتى يا أستاذ علي؟ لا والله حضرتك يا دكتور ده أنا عاملها من 9 سنين. طيب، كنت عملت عملية تثبيت فقرات ولا حاجة؟ عملت في لبنان، أنا كنت في لبنان. وحضرتك عملوا لي هناك عملية. طيب. وحضرتك كل ما هنا ما اروح لاي دكتور يقول لي الصبر حلو وخلي روحك رياضية. والامل في وجه ربنا كبير. تمام. طيب. صح. حضرتك نفسي امشي على رجلي. طيب. ان شاء الله كل شيء بامر ربنا استاذ علي، بس انا عايز الاول نعمل اشعة اسمها رنين مغناطيسي، اشعة جديدة. اشعة الرنين المغناطيسي عايزين نعرف بس حاجة علشان يبقى كلامنا، احنا بنحب دايما نتكلم كلام مظبوط وكلام واقعي.
لان مشكله اصابات الحبل الشوكي يا جماعه هي مشكله، يعني الحقيقه بقول يعني في ناس لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل. يعني يبقى المريض مثلا اتصاب وجاله اصابه في الحبل الشوكي، لا قدر الله حصل قطع كامل في الحبل الشوكي، ممكن يروح لدكتور يدخله في متاهه ويقول له ده احنا عايزين نعمل لك حقن للخلايا وبيعه اللي وراه واللي قدامه وبيعه هدومه، بينما ان الحبل الشوكي مش هيستجيب لهذا الكلام كله لان في قطع كامل في الحبل الشوكي. القطع الكامل في الحبل الشوكي سواء في مصر سواء في امريكا سواء في المانيا سواء في اليابان مفيش له حل لحد النهارده. في محاولات علاجيه لزرع الخلايا الجذعيه ولكن لم تطبق على بني ادمين، ما نقدرش نتكلم في هذا الكلام. وساعات كتيره جدا الناس بتطلع على الشاشات التلفزيون والاعلام يتكلموا يقول لك وانا عندي الحل السحري اللي بيوصل العصب، ونعرض شويه صور ومعظمها بتبقى صور متركبه او متفبركه. كلام غلط، كلام غلط. ما هو اذا ما كانش في رقابه من ضميرنا ونبقى خايفين من ربنا ما هو مش هنلاقي حد يوقفنا في هذا الكلام. احنا بنقول للاستاذ علي اعمل اشعه رنين مغناطيسي، عايزين نعرف القصه ايه. اصل 9 سنين دي فتره طويله جدا، فتره طويله جدا، لان دايما كدمات الحبل الشوكي واصابات الحبل الشوكي بتبدا تتحسن في خلال من 3 لـ5 سنين. طيب لو قعدت انا 9 سنين وما اتحسنتش يبقى في مشكله، يا اما هناك قطع كامل في الحبل الشوكي وده يبقى بقى قضاء ربنا وهنرضى بيه والحمد لله والراجل جميل وصوته جميل يعني راضي بقضاء الله وجميل وزي الفل، بس بننصحه بعمل تمارين وعلاج طبيعي وفي اجهزه تعويضيه بتساعدنا في هذا الكلام. الحاجه الثانيه لو في حاجه ضغط على الحبل الشوكي بنشوفها، الاشعه هتبينها وبالتالي ناخد القرار المظبوط في العلاج بتاعنا. فبنصحك يا استاذ علي نعمل اشعه الرنين المغناطيسي وحضرتك بتشرفنا بيها او بتبعتها لنا او عند اي حد اساتذه العمود الفقري متخصصين هيساعدك جدا ونجد الاجابه وان شاء الله ربنا يكرمك ويعني تنال اجر الصبر دهون ويكون صبرك في الاخر خير وتمشي على رجلك تاني يا صاحبي. في معانا اتصال، مين معانا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور انا اسمي فاطمه، انا أهلاً عندي 25 سنه، من حوالي سنه تقريبا مره صحيت من النوم كده وفجاه راحت جاتني كتمه شديده في النفس، ما كنتش قادره اتنفس، حاسه ان انا بموت ودقات قلبي بقت سريعه جدا وكده، فرحت كشفت كده في المستشفى راح قالوا لي عادي ما فيش حاجه. بس من ساعتها بقى بيجيني الام فظيعه، صداع رهيب على طول مستمر ومع كتمه النفس دي. وغير برضو الام في ايديا تنميل ساعات وكده ورجليا، يعني مش تنميل لوحده، يعني مثلا انا من اقل حركه بعملها بيجيني تنميل. فانا كشفت عند دكاتره كتير مخ واعصاب وكده، راح الدكتور الاول قال لي حاله نفسيه. فانا الصراحه يعني ما كنتش يعني مثلا متضايقه من حاجه او كده، بس فرحت عملت اشعه مقطعيه على المخ طلع ما فيهاش حاجه. تمام. وعملت رسم مخ برضه قال لي ما فيش حاجه، رحت اتاكدت ان ممكن يكون عندي حاجه في الغضروف في الرقبه. عملت برضه اشعه رنين مغناطيسي على الرقبه برضه طلع ما فيهاش حاجه. بس وبعدين برضه يعني مشكلتي برضه ساعات تيجي لي دقات قلب سريعه جدا. الكلام ده بقاله قد ايه معاك يا فاطمه؟ نعم؟ بقاله مدة قد إيه معاك الموضوع ده يا فاطمة؟ يعني الموضوع ده من سنة، بس دلوقتي الصداع خف شوية. تمام. يعني مثلا دلوقتي ما بقاش بيجي صداع على طول، ممكن يجي دوخة بس حاجة خفيفة. تمام. كنت مثلا ممكن من أقل حركة مثلا تنيت إيدي شوية أحس إن مثلا إيدي نملت. أنت كنت عملت يعني رنين على الرقبة؟ عملت رنين على الرقبة وما فيهاش أي حاجة، وبرضه بيجيني مشكلتي برضه نفس، ساعات كتير أحس إن أنا مش قادرة أتنفس، عملت أنيميا وعملت غدة درقية و عملت كل حاجه، كل ما اروح عند اكتشفت جميع التخصصات، كل ما اروح لدكتور يقول لي مفيش حاجه، بس المشكله ان انا برضو يعني مش حاسه باي، يعني مثلا مشكلتي دلوقتي في نفسي يسد عليا جامد، قلبي يوجعني، احس بالم في ظهري من ورا، هجاوبك بس مش الم في قلبي ساعات، يعني الم في الظهر بس. حاضر يا فاطمه هجاوبك، هجاوبك يا فاطمه. حاضر. طبعا مشكله فاطمه هي عندها 25 سنه وبدات تحس بكتمه النفس والاحساس اللي كان جالها بالموت والخنقه والكلام ده كله، بعد كده عملت الاشعاعات لقت ان الاشعاعات كلها كويسه، وعملت ابحاث على رقبتها وصوره دم والكلام ده كله، لقت ان الكلام ده كله ما فيش فيه حاجه. دايما الاعراض دي بتبقى حاجه من اتنين، يا اما في زياده في شحنات الكهرباء ودي ساعات بتبان وساعات ما تبانش ولازم ناخد لها علاج، يعني الكهرباء بتاعه المخ بتاعتنا لما بتزيد بتدينا كل الاعراض اللي هي اشتكت منها. في ناس تهيئ لها ان كهربه المخ هي عباره عن التشنجات بس. لا، الموضوع لا مختلف تماما، التشنجات دي جزء من مشاكل كهربه المخ لما بتزيد. او النوبات الصراعيه هي جزء من مشاكل كهربه المخ لما بتزيد، لكن كهربه المخ بتدخلنا في اكتر من 108 مرض، منها الامراض اللي احنا زي ما بنتكلم فيها اللي هي كتمه النفس، الاحساس بالخوف الرهيب، الاحساس بالموت، الاحساس ان انا جسمي بينمل، بخدل، مش قادر اقف على رجليا، مش عارف اتحرك، مش عارف امشي،
كل دي بتبقى اعراض لزياده الكهرباء في المخ. انا بنصح الاستاذه فاطمه ان احنا نعيد رسم المخ تاني مره واثنين وثلاثه ونطمن عليها، واذا لم يكن هناك شيء في رسم المخ بعد ثلاث مرات متتاليه دايما لازم ناخد علاج للكهرباء، وعلاج برضو مهدئ شويه، لان في بعض الناس بيبقى عندهم قلق زياده، توتر زياده، هو ده اللي بيزود هذا الموضوع. فبننصح يا استاذه فاطمه انك لو قدرت تجيب لنا الاشعات والابحاث بس اعملي لنا رسم مخ جديد يبقى افضل، وهنقدر نساعدك في هذا الموضوع ان شاء الله. في معنى اتصال. عمرو، اهلا يا عمرو. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل. اولا نشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. ربنا يعزك. واحنا بنستفاد منه. الله يخليك. انا دكتور عندي 43 سنه. ايوه. بعاني يا دكتور من نسيان وعدم تركيز. يمكن كنت بتعالج قبل كده، كان الدكتور اداني اللي هو الفينوبستين 5 مللي. ودلوقتي باخد ال بريباديل. انا بقول لحضرتك طبعا الاسماء العلميه. تمام. بنسى يا دكتور، وعدم تركيز، يعني ممكن احط حاجه مثلا في الشنطه وبعد شويه ما فيش 10 دقائق مش فاكر ان انا كنت حطيتها او مش ما حطيتهاش. يعني النسيان ده بقاله قد ايه معاك يا عمرو؟ بقاله مده قد ايه؟ لا بقاله مثلا سنتين ثلاثه. لكن قبل كده كانت الذاكره كويسه جدا، ما كانش في مشاكل. انت طبيعه شغلك ايه يا عمرو؟ انا موظف يا دكتور. موظف. يعني اعمال كتابيه واداريه ولا اعمال يدويه؟ اعمال كتابيه واداريه. طيب إيه، كنت تعرضت لدور سخونيه، خبط في الراس، وقعت، حاجه حصلت زي كده؟ لا لا لا، يعني انا ممكن كنت كويس جدا، بس في فتره من الفترات كان الدكتور، كنت بعاني من خوف من دخول الامتحانات وكده. فالدكتور قال لي ده نوع من انواع الصرع النفسي حركي. بالرغم ان انا عملت رسم مخ كتير ما فيش اي بؤره ولا اي حاجه. بس كان ده تشخيصه يعني. تمام. وخدت التيبراتون وكده واستمريت لغايه الحمد لله لما خلصت كليه وربنا كرمني واشتغل. تمام. واشتغلت وكده وبطلت طبعا التيبراتون والكلام ده من فتره طويله. بس الحكايه دي يا دكتور بتظهر، مش عارف يعني هل البريفاديل ده علاج صح ولا اخد معاه حاجه تاني؟ لا لا، انا هقول لك يا عمرو حالا دلوقتي. موضوع الذاكره ده موضوع مهم جدا، وزي ما كنا بنقول ان في امراض بتاعه الاعصاب انتقلت من السن الكبير اللي كنا بنعاني منها في سن ال 60 وال 70 سنه، من ضمنها امراض النسيان. يعني كان دايما عندنا مرض بنسميه امراض الشيخوخه او امراض الزهايمر وامراض الكلام ده كله، كانت دايما بتيجي لنا في سن متاخر بعد 65 و70 سنه. ده الكلام المثبت علميا انك دي حاجات كانت امراض متاخره. النهارده بدات تنتقل هذه القصة الأعراض بتاعتها إلى ما هو أصغر في السن، يعني بنلاقي عندنا 20 سنة و 25 سنة وتلاقي الذاكرة بتضعف جدا. موضوع ضعف الذاكرة والنسيان ما يقلقناش يا عمرو، لأن في السن الصغير ده إحنا بس بيهمنا نعمل حاجتين، اعمل أشعة اسمها رنين مغناطيسي على المخ، لأن دي بتبين تركيب المخ وتركيب الدورة الدموية بتاعت المخ، عشان نشوف بس الدورة الدموية في المخ، لأن ساعات كتيرة جدا أنا بشبه المخ بالظبط زي الكمبيوتر أو زي وحدة كده تسجيل. الوحدة دي لو السبلاي بتاعها الكهرباء بتاعتها قلت والطاقة اللي بتبقى داخلها بتقل، بتبدأ تمسح في كل الأحداث الجديدة، بينما الحاجات اللي كانت مسجلة زمان هتبقى موجودة. لازم أطمن على الدورة الدموية المخية. في سن صغير ظاهرة النسيان موجودة، بس دي مش مرض الزهايمر ولا حاجة. الزهايمر عندما يتقدم في السن بقى بيوصل لسن ال 55 سنة، وساعات عند ال 50 سنة، وده بنلاقيه بنسميه البريماتيور ديمنشيا أو بريسينايل ديمنشيا، اللي هي بنسميها الذهان او فقدان الذاكره اللي هي مبكره، اللي بتيجي في سن الخمسينات وما عادتش بتيجي في سن السبعين سنه، وده لها علاج، يعني لها علاجات بتحسنها جدا وبتحسن الموضوع. بالنسبه لينا يا استاذ عمرو، انا عايزك تعيد رسم مخ تاني، يعني رسم مخ تاني هيفيدنا جدا، لان من ضمن اعراض الكهرباء بتاعه المخ اللي هي لما بتبقى زياده اللي هي بتعمل مسح للذاكره او بتضعف الذاكره او بتقلل الذاكره، واخد بالك؟ في علاجات، العلاج اللي بتاخده علاج كويس جدا، بس مش هو كل العلاجات. نعمل اشعه اسمها رنين ونعمل رسم مخ جديد، وده هيساعدنا جدا في الحل. في علاجات كتيره جدا 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 بتقوي الخلايا العصبيه وبتعمل لها شحن من جديد، والطاقه بتاعتها بتبدا تعلى والتركيز والذاكره بيبقى كويس جدا، فما يقلقكش هذا الموضوع. بس المهم ان احنا هنبدا في العلاج، وبقول لك برده الموضوع مش بيطول، يعني في العلاج بتاعه بياخد من 4 شهور ل6 شهور بترجع البطاريه مشحونه تماما بتاعه المخ، يبدا يسجل ويحفظ ويركز تاني. واخد كورس كل 5 سنين مره، ده كلام بسيط، بهوش حاجه مؤذيه ولا هي حاجه متعبه. بنرجع لما الاستاذه فاطمه كانت بتكلمنا وبتقول لنا على الموضوع بتاعها وبتاع والدتها، الموضوع
موضوع الغضاريف العنقية. الغضاريف العنقية يا جماعة بتيجي أكتر للناس اللي بيشيلوا على دماغهم، الناس اللي بيشيلوا بإيديهم كتير جدا، لأن أنا لما بشيل وبرفع العضلات العنقية دي كلها بتحمل، فبتبدأ تضغط الفقرات على بعضها. لما بتنضغط الفقرات على بعضها بيبدأ الغضروف ده نفسه يبرز من مكانه. يعني بالظبط انت زي بالظبط جيب كاوتشة كده وحطها واضغط عليها بحاجة، هتلاقي الكاوتشة بدل مكان حجمها كده زي القرصة كده طبق، بتبدأ تفرش وتكبر. هتروح فين؟ ما وراهاش غير العصب عشان تضغط عليه، يبدأ الضغط على العصب يعمل لي الألم. اتفقنا ان مش كل واحد عنده مشكلة في الرقبة هيحس بألم في الرقبة، ونفس الكلام مش كل واحد عنده غضروف في ظهره يبقى بيحس بألم في ظهره. ده ساعات الألم بينزل في الرجل وصابع الرجل والتنميل والخدلان والحرقان ومش قادر امشي وظهر سليم زي الفل، وبرغم من ذلك بنعمل عملية في الظهر او بنعمل عملية في الرقبة. يبقى اذا ما نربطش ما بين مكان الألم ومكان الإصابة في العصب، لان احنا دايما ودايما الجراح بتاع المخ والأعصاب والعمود الفقري بيبقى عارف فين المشكلة. انا ساعات بيجي لي واحد مشكلته في رجله، عنده سقوط في القدم او في رجله، وتلاقيني بعمل له عملية في رقبته او بعمل له عملية في المخ. يعني ساعات بيبقى من بدايه العصب، لان انا عارف المسار بتاع العصب بتاع الرجل بادئ من الحته دي في المخ ونازل كده في الحبل الشوكي، نازل في المنطقه العنقيه، نازل في المنطقه الصدريه. انا من خلال الفحص بتاعي والكشف بتاعنا، وخلي بالكم الكشف ده شيء مهم جدا، وده كان من اللي بيميز الدكتور المصري عن اي دكتور في العالم، انه كان بيقدر يطلع المرض او تشخيص المرض من مجرد الفحص الطبي بتاعه. يعني من فضل ربنا هذا الكلام عندنا عند كل دكاترتنا، ده متقدم جدا وبيؤدي الى نتيجه. بس المهم نفحص كويس، نطمن على الاحساس، نطمن على الحركه، نطمن على حاجه اسمها رد الفعل الانعكاسي. لما الدكتور بيبدا، عارفين الشاكوش الصغير اللي بيخبط بيه ده؟ مهم جدا، بيقدر يحدد طبيعه المرض ومكان المرض فين. في معانا اتصال وهنكمل. ام عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك. حضرتك عندي بنتي عندها 12 سنه. ايوه ماما. اول مره يجي لها صداع وتوهان كده، يعني بتنسى في المدرسه وعندها خوف. تمام. فحضرتك عملت رسم مخ، طلع عندها كهرباء زايده على المخ. تمام. فادت لها ديباكين، حضرتك كشفت عند دكتور جراحه مخ واعصاب. تمام. فادها العلاج، فبعد ما خدت العلاج نص حبايه الصبح وبالليل، قالت لي انا بحس ان دماغها بتتدمر وبتزيد ما بتخفش. والعلاج ده بقى له اكتر من اسبوعين دلوقتي وما فيش تحسن. ومش طيب. عارفه اعمل ايه بصراحه. لا هقول لك حاجة، هو لما خدت الدواء ده اللي هو جرعته ال 500 ولا ال 200؟ لا ال 500، بتاخد نص بالليل ونص بالليل. بصي بلاش ال 500، ال 500 ده بيبقى تقيل، ودواء بنديه للحالات اللي هي مزمنة، مش بنديه للحالات اللي هي في بدايتها، ما بنحبش نديه. ما هي حضرتك لما خدته بدأت تنام كتير وما تروحش المدرسة. هو هيهدها ويدوخها وممكن كمان يزود الصداع. ولما خدته بدأت تقول كمان حاجات بتدقدق في دماغي. بالظبط، هو بيزود الصداع. دماغي بتتدمر وانا بتدمر والذاكره بتخرف. وبعدين برضو الدواء ده احنا مش بنفضله في البنات، احنا ممكن نديه للرجاله ما عندناش مشكله معاهم، لكن في البنات بيأثر على عمليه الاخصاب والتبويض بعد كده، فاحنا مش بنحب الادويه دي. لكن احنا بنقول لك يعني ربنا يخليك يا دكتور تنصحني، بس انا مش عارفه بصراحه اعمل ايه. لا يا ام عمرو ما تقلقيش، احنا زي ما كنا بنتكلم من شويه بنقول كهربة المخ، والكهرباء لها اعراض كثيره جدا، من ضمن الاعراض بتاعتنا الصداع والنسيان وعدم التركيز. لا ده فيه الخوف بقى والرهبه، والواحد يحس ان الدنيا متطبقه جوه صدره، انا مش عارف اتنفس، ده انا بقوم من النوم مفزوع، ده انا خايف، ده انا مرعوب، ده انا حاسس ان انا هموت، ده انا لو نمت دلوقتي مش هقوم تاني. عارفين كل الكلام ده كله ده من اعراض الكهرباء بتاعتنا الزايده في المخ. يعني الكهرباء يا جماعه مش لازم يبقى تشنجات ونوبات صراعيه واقعد ارفص واترمي في الارض. احنا بنقول لام عمرو طالما رسم المخ باين هذا الكلام، في علاجات كتيره تانيه طبعا احنا مش هينفع نقولها لك على الهوا يا ام عمرو، بس لو حضرتك يعني عديت علينا في العياده او اتصلت بينا في العياده ان شاء الله نقدر نقول لك على المفيد. ويفضل انك تعملي للبنوته كمان تحاليل وظائف الكبد وظائف الكلى وصوره دم، وظائف الكبد والكلى وصوره دم، واعمليها وهتهنى مع رسم المخ ان شاء الله نقدر نساعدك بعلاجات جميله جدا بتضيع الحاله. وبرده علشان نخرج من حته الكهرباء دي، دايما مده العلاج بتاع الكهرباء بتاع المخ على الاقل بيبقى سنتين. سنتين بشروط، نمرة واحد العلاج ما بيوقفش، ما نلخبطش في الجرعات، المواعيد بتاعت العلاج مهمة جدا، الممنوعات بتاعت العلاجات معروفة، ما بنخليش المريض اللي بيعاني من كهرباء زيادة ده يقعد كتير قدام تلفزيون، ما نخليهوش يقعد كتير قدام كمبيوتر ولا يستخدم موبايل بكثرة، الحاجات دي مهمة جدا، وهذا الكلام احنا بننصح بيه وبنقول لكم خلي بالكم وناخد العلاج بالتزام وبانتظام هنصل للي احنا عايزينه ان شاء الله.
استاذ عبد السلام. ماشي. ايوه يا باشا. اهلا يا استاذ عبد السلام، اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك حبيبي. اهلا والله وصحبي. انا عندي مشكله في فقرات الرئه بقى. ايوه حبيبي. عندي غضروف طايف على فقرات الرئه، فعامل لي تنميل. تمام. في كتفي وفي رقبتي. بينزل في دراعك يا حاج عبد السلام؟ بينزل يعني تحت كتفي بشويه كده بس. طيب انا ناحيه اكتر، اليمين ولا الشمال؟ لا هي الشمال. 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 طيب. يعني تنميل في الرقبة الشمال. وبينزل في كتفي. عندك كانسر يا حبيبي؟ فرحت كشفت. فالدكتور قال عايز اشعه رنين، فقال لي هو الغضروف هو اللي عامل لك التنميل ده. كلام صح. وكان علاج لمده شهرين مشيت عليه. ونفس التنميل، وقال لي اعمل 12 جلسه علاج طبيعي اعمل. عملت الرنين؟ التنميل رافض ان هو بيزيد اكتر. عملت الرنين يا عبد السلام؟ هنمشي بالعلاج كمان اسبوعين. ولو ما خفش التنميل تيجي نعمل عمليه. طيب سؤال صغير، انت عملت اشعه الرنين مش كده؟ بان ان فيها غضروف في الرقبه. يعني هو بيقول لي في المنطقه عندي الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. يعني بنتكلم في ثلاث غضاريف دلوقتي. مش غضروف واحد. طيب هو احنا عشان نقول ان العلاج بتاعنا جاب نتيجه او ما جابش، لابد ان العلاج بتاع الفقرات العنقيه زي ما شرحت انا المره اللي فاتت، قلت ان احنا بنمر بثلاث مراحل في العلاج. المرحله الاولى ان احنا بناخد علاجات مع لبس رقبه، المرحله الثانيه ده لمده شهرين، المرحله الثانيه باخد علاجات مع لبس رقبه واعمل علاج طبيعي، المرحله ودي برده شهرين، المرحله الثالثه علاج واشيل الرقبه وبطل العلاج الطبيعي. ده بيبقى خدنا الفرصه العلاجيه بتاعتنا كامله. الا اذا ايه بقى؟ لو احنا عملنا الاشعه وجدنا الاتي، ان في ضيق جامد في الفقرات العنقيه، يعني بدات القناه العصبيه تختنق، يبقى في اختناق على العصب، يبقى ساعتها احنا بننصح بالعمليه. لو في انزلاق غضروفي منفجر، يعني الغضروف ده فرقع خرج من مكانه، ما انا لو خدت علاج ست شهور سنه ما مش جايب نتيجه، يبقى ده من بدري بننصح بالعمليه. او لو بدات تحصل بعض المضاعفات زي ايه؟ ان الايد تبدا تخس، يعني ابدا احس ان العضله بتاعه ايديا بيحصل فيها ضمور او العصب نفسه بيخس. الحاجه اللي بعد كده ان قبضه ايديا تضعف، يعني انا بمسك القلم ومتعود ان انا امسك القلم، او ست البيت متعوده في البيت تمسك السكينه او المعلقه او بالتنظيف او التوضيب، او الموظف اللي قاعد بيكتب وبيعمل اشغاله بدا يحس ان ايديه ما بتسعفوش. ويمكن شكوى مهمه جدا للستات بنشخص بها مشكله الرقبه، تقول لك انا ما بعرفش اتسرح، يعني هي عشان ترفع ايديها وتجيب شعرها من قدام لورا كده بقى الموضوع صعب جدا واعاقه عليها، وبتوصل لمرحله مش عارفه تعمل ده، فده بيبقى نوع من الضعف العضلي. طيب ايه كمان اللي ممكن يخلينا نفكر؟ لما يبدا بقى بعد كده الاعراض تنزل لتحت، يقول لك ده انا كان بادئ في كتفي، نزل في ايديا، خد الجنب اليمين كله، بدا ينزل في رجليا، او بدا ياخد الجنب الشمال كله. هو كده في حاجه في الرقبه تعمل كده؟ تعمل كده، لان العصب نازل، ولو انا خدت العصب ككل بيتاثر الجنب كله. طب ممكن ياثر على الناحيتين؟ ما علشان كده احنا في حالات بيبقى عندها غضروف في الرقبه تعمل لي ما يسمى ضعف رباعي او شلل رباعي لا قدر الله، ويبقى المشكله جايه فين؟ في المنطقه العنقيه. بننصح دايما لما بنعمل الاشعه الرنين ودكتور جراح بيشوفنا بنقدر نحدد بقى احنا مين؟ احنا اللي هيجي معانا العلاج، يبقى كمل الست شهور ده ان شاء الله بتلاقي نتيجه كويسه جدا. لو احنا النوع اللي العلاج مش هيجيب معاه نتيجه، يبقى من بدري بنفكر في موضوع العمليه. العمليه بتاعت الرقبه النهارده عمليه سهله، احنا بنعملها بالمناظير وبالليزر بامكانيات عاليه جدا. مريض بيقعد معايا يوم تاني يوم بيخرج بيمشي تاني على رجله، حتى اللي كان قاعد على كرسي بيقدر يتحرك في خلال شهر لشهرين، الموضوع بيتحسن جدا. وبعض المضاعفات زي البول اللي ما بنتحكمش فيه او البول اللي بيسبقنا او بيبدا يتحسن جدا مجرد ما شلنا الضغط اللي على الحبل الشوكي. في معانا اتصال. استاذه نهى. ايوه السلام عليكم يا دكتور. اهلا يا نهى، ازيك؟ الله يسلم حضرتك يا دكتور. اتفضلي. والله يا دكتور كنت اشتكيت فجاه كده من غير اي مقدمات بوجع في ظهري وبيسمع في رجلي. فأنا رجل؟ اليمين ولا الشمال؟ نعم؟ اليمين ولا الشمال؟ والله هو كان لما ظهر في الاثنين. في الناحيتين؟ في الرجلتين. تمام. وبعدين رحت كشفت فطلبوا مني اشعه كده مبدئيا، يعني على اساس اول مره اشتكي. اشعه دي؟ في زحزحه كده في الفقره يا دكتور، مش عارفه في فقره من الفقرات.
فانا بس عايز اعرف دي من ايه. انا مش يعني ما بشيلش حاجه تقيله ولا اي حاجه. تمام. دي جت من ايه دي يا دكتور؟ سؤال جميل قوي يا مدام نهى. انت عندك كام سنه؟ اول ونشوف. عندك كام سنه؟ عندي 35. وزنك عامل ايه؟ 75. طيب وزنك مش زياده يعني، وزنك معقول. طيب بص، انا عايز اعرف من ايه دي يا دكتور؟ انا هقول لك علاج طبيعي، هل هينفع ولا لا يا دكتور؟ لا انا هقول لحضرتك، نمره واحد كلمة الزحزحة الفقرية احنا فعلا بنقدر نشخصها بالاشعة العادية، لكن احنا محتاجين نعمل اشعة رنين مغناطيسي علشان تبين موضوع الظهر. موضوع الزحزحة الفقرية يا جماعة ده موضوع بقى مهم جدا وخطير جدا دلوقتي، لازم نفكر فيه ونتكلم فيه. حضرتك سمعتيني من بداية الحلقة بقول لك كانت في عندنا امراض ما بتجيش الا بعد سن ال 65 وال 60 سنة وال 55 سنة، للناس اللي كانت بتشتغل وتوطي وتشيل، والراجل اللي كان فلاح وبيشيل طول اليوم في الارض وبيوطي وبينحني، الكلام ده كله اتغير تماما. النهارده بقينا نلاقي في سن التين ايجرز في 18 و20 سنه 25 30 سنه وانت طالع حكايه الزحزحه الفقريه. وهذا الكلام مهم جدا. ليه بقى؟ لان كتير جدا بيعالج على انه انزلاق غضروفي او عرق نسا او التهاب في العصب الوركي. خدي بقى من ده كتير بقى، نقعد نعبي في مسكنات، نعبي في علاجات. ناس كتيره جدا يدخل في موال ده، الناس بقى اللي هي ايه اللي بتفهم كويس بيدخلوها في مرحله العلاج الطبيعي. طيب والناس بقى اللي هي اللي يعني بيسلم امره كده لله وماشي كده مع يعني مع نفسه يقول له اه ده احنا لازم نكويك، لازم نخزمك، وهوريكم الحاجات دي وشفناها. بنعمل كوي، بنعمل خزم، لا نعمل حجامه، لا نعمل نشف الدم، لا دم فاسد، وندخل في حدوته ملهاش اول من اخر. او نقع في ايد نصاب يقول لك ده انا عندي الخشبه اللي بترجع الفقره اللي منقوله، تعالى دوسلك عليها وارجعها. دي طبعا كارثه، لان دي بتزحزح الفقره اكتر، لان الفقره هي عباره عن جزئين، الجزء الامامي وهو جسم الفقره وهو ده اللي بيتحرك قدام، الجزء الخلفي اللي هو بقى بتحسيه بايدك ده بنسميه الشوكه العظميه بتاعه الفقره. الشوكه العظميه بتاعه الفقره ولا عاد يفرق معايا ان انا اطلعها قدام ولا ورا، انا المشكله عندي في جسم الفقره من قدام. فما انتهش التوهه دي. منين بقى حصلت الزحزحه؟ طيب في معانا اتصال هنجاوبك يا استاذه نهى لان ده سؤال مهم جدا. طيب هنكمل مع بعض. منين بقى جت الزحزحه؟ بتيجي من حاجات كتيره جدا. انا ممكن لو وطيت ولفيت كده، يعني حضرتك مثلا ايه قاعده على كرسي هون عايزه تجيبي حاجه من على الارض جنبك، انت وطيتي وانحنيتي، اللفه دي في حد ذاتها بتعمل عصر للعمود الفقري، بلف العمود الفقري. اللفه بتاعت العمود الفقري دي ممكن تكسر الفقره وتبدا تتحرك من مكان. الحاجه الثانيه النهارده، ودي بقى كتير بقى يعني الحمد لله الدنيا زي الفل، نركب المواصله تلاقيك واخد مطب محترم، الواحد بيتشال في السقف ويترزع. الخبطه دي بتضيف اكتر من 80 كيلو على الظهر. عارف خبطه المطب دي؟ كانك حملت الظهر 80 كيلو تكسرها، ودي ما اكثر هذا الكلام. في معانا اتصال محمد، هكمل لك يا استاذه نهى بس ناخد ست ام محمد. السلام عليكم. اهلا اهلا ام محمد، اتفضلي يا ماما. بقول لحضرتك يا دكتور. قولي يا فندم. انا عندي فيروس سي. ايوه. وعندي لوكيميا في الدم. سلام. وعندي ارتفاع نشاط في الغده. تمام. ودلوقتي اللي حصل لنا دلوقتي في تاكل في المفصل بتاع الفخذ اليمين. ايوه. وبعدين دكتور الجراحه بتاع الاورام قال لي ما ينفعلكيش عمليه. تمام. وعندي ضمور في الركبه، ضمور في الغضاريف بتاعه الركبه، وعندي قطع رباط صليبي. ايوه. وفي غضروف بين الفقره الرابعه والخامسه. ايوه. فانا مش انا مش عندي المفصل، لاني وانا ماشيه في الشقه، انا ما بنزلش دلوقتي قاعده من شغلي وكله، وانا ماشيه في الشقه بحس ان حد يخبطني في ركبتي وهقع. تمام. فدلوقتي مش عارفه امشي على عصايه، امشي في مشايه، ما امشيش خالص، مش عارفه اعمل ايه. لا هو انا هسمع حضرتك من التلفزيون. حاضر يا فندم. انا محمد. هو مبدئيا لو المشكله بتاعتك هي مشكله ركبه، يبقى احنا نستفيد من راي حد من اساتذه المفاصل، ها عظام، هيفيدنا كويس جدا يعني. بس انا بنصح نصيحه دايما، اللي عنده مشاكل مع الركبه، خشونه في الركبه، غضروف في الركبه، استعمل، وخاصه ان احنا عندنا لوكيميا وعندنا فيروس وعندنا مشاكل تانية، يمكن يكون عندنا سكر او نقص في الكثافه بتاعه العظم. ودايما المريض اللي بياخد علاجات اللوكيميا والعلاج الكيماوي بيصاب بعد كده بهشاشه في العظام، فنخلي بالنا من هذا الكلام. فانا بنصحك استخدمي المشايه اللي هي في قلب البيت دي كفايه جدا، وما تبذليش مجهود كتير. يعني احنا بننصح دايما بلاش الحركه الزايده، نتحرك على القدر المستطاع لدخول الحمام او لصاله او للمطبخ حاجه دقائق كده وخلاص، بس نجيب المشايه اللي نمشي عليها. نرجع مدام نهى موضوع الزحزحه الفقريه، وده موضوع خطير جدا. لا هقول لك ليه خطير. خطوره هذا المرض ان بيعدي على ناس كتيره جدا، مرضى ودكاتره.
يعدي عليهم نعمل اشعه رنين. لا ده انت عندك او عند حضرتك انزلاق غضروفي، تعالى نعمل عمليه. عملنا العمليه، نفاجئ بعد العمليه ان احنا ما خفيناش، نفاجئ ان الالم زاد، نفاجئ ان ظهري كانه بقى مكسور. ندور نرجع بقى نبص الاشعاعات اول مره، نلاقي كان في زحزحه فقريه، كان في فقره مشروخه ومنقوله من مكانها واحنا ما خدناش بالنا منها. فده انا بنصح دايما نعمل حاجتين يا استاذه نهى. الرنين المغناطيسي ده مهم جدا، وبنعمل اشعاعات اسمها دايناميك، دايناميك او اسمها اشعه حركيه. يعني ايه حركيه؟ انا بعمل صوره عاديه جانبيه، مره وانا موطي كان زي بصلي كده بركع، ومره وانا فارد ظهري لورا باخد ظهري لورا كده وحد يسندني من ورا واصور. ليه؟ الفقره بقى طالما بتتحرك هتبدا تطلع لقدام وانا موطي وترجع لورا وانا فارد ظهري. لو زاد الحركه عن 2 الى 3 مللي دي من الحاجات اللي بتحتاج تدخل جراحي. يبقى اذا كلمه الزحزحه الفقريه قضيتنا جايه منين؟ الاسباب كتيره جدا. ده ممكن زحلقه صغيره حضرتك مره على السلم على السيراميك اتزحلقتي وقعتي تعمل هذا الكلام. وممكن تكون حاجه قديمه جدا على فكره يا مدام نهى، يعني ممكن تكون حاجه بقى لها سنين بس ما بداتش تعمل الاعراض الا في الوقت الاخير لو انا بدات اعمل مجهود ولا حاجه. يبقى هنعمل رنين مغناطيسي، هنعمل اشعه حركيه على الظهر، انحناء وفرد، وان شاء الله نقدر نساعد حضرتك في هذا الكلام. ام عبد الرحمن. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا ام عبد الرحمن، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي ابني عبد الرحمن عنده 15 سنه. ايوه. وعنده انحناء شديد في العمود الفقري، كتفه نازله وظهره محني جامد لقدام. فمش عارفه الحل ايه يا دكتور. عنده كام سنه دلوقتي؟ عنده 15 سنه. هو طويل ولا قصير؟ لا طويل يا دكتور. طويل. طيب عملت له اشعه رنين يا ام عبد الرحمن؟ لا ما عملتش، بس احنا رحنا كشفنا والدكتور قبل كده قال عنده ضعف في الفقرات. طيب هو انحناء العمود الفقري ده موضوع مهم جدا يا جماعه، يعني وخاصه في السن الصغير. هو دايما طبعا بيبقى بادئ بدري، يعني بيبقى بادئ من سن 6 سنين 7 سنين 5 سنين، بس عاده ما بنلاحظوش وخاصه في البنات الا بعد سن البلوغ والبنت بدات تكبر بدانا ناخد بالنا. فساعات الام تيجي تقول ده كتف اعلى من كتف، ساعات ده صدر اعلى من صدر، ساعات ده القفص الصدري بدا يبرز عن الحته دي عن الحته دي، ونبدا نقلق جدا. ويعني الموضوع ساعات بيبقى بسيط. نمره واحد مفروض دي رساله بقى اطفالنا علشان نعرف الموضوع ده عندهم ولا لا. بعمل الاتي: الطفل وهو بيستحمى بننيمه على بطنه ونبدا نحط ايدينا على العمود الفقري في النص. لو هو ماشي مستقيم الموضوع خليط ما فيش في مشكله، لكن لو العمود الفقري بينحني شمال ويمين بينما الطفل وضعه في مفرود، يبقى ساعتها لازم نستشير حد متخصص عمود فقري. ليه؟ العلاج بتاعه سهل جدا بدري، يعني في السن الصغير بيبقى العظم بتاعنا سهل ان انا اعدله لو استخدمنا علاج طبيعي او جلسات او حزام، علاجات كتيره جدا تساعده. الانحناء نوعين، الانحناء نوعين، في نوع بيبقى ضغط على العصب والحبل الشوكي، وفي نوع مش ضغط على العصب ولا الحبل الشوكي. النوع اللي هو ضغط على العصب والحبل الشوكي ده بنسميه نوع جراحي بقى، خلاص في انحناء، ها لابد يتعمل له عمليه تقويم للعمود الفقري، بنركب له مسامير وقضبان وعدل الفقرات، ممكن في عمليه واحده او في عده عمليات. طب الكلام ده كلام كبير جدا وخطير جدا، وممكن نتجنبه بدري. ما احنا لو عملنا الكلام ده من بدري مش هنوصل لهذه القصه بتاعت العمليه. طيب النوع ده نعرفه ازاي؟ نعرفه لما بنعمل اشعه رنين مغناطيسي، لقينا في ضغط او انضغاط على الحبل الشوكي، يبقى ساعتها ايه؟ على طول بفكر في كلمه الجراحه. طب مش كل الحالات دي بنعمل لها جراحه؟ ده نسبه كبيره جدا منها يا اما تيجي بالعلاج او انحناء ثابت. يعني ايه كلمه انحناء ثابت؟ ودي مهمه تفرق كتير. قلنا الانحناء نوعين، نوع ضغط على العصب ونوع مش ضغط على العصب. هنعرفها بالرنين المغناطيسي. وبنقسمها برضو نوعين تانيين، نوع بيزيد مع الوقت ونوع ثابت على كده. طيب لو لقينا ده النوع اللي هيزيد مع الوقت، يعني عملنا اشعه من 3 سنين ومن سنتين ومن سنه وقارن ما بينهم لقيت الموضوع بيزيد، يبقى ساعتها تدخل عشان ما يقفلش على الحبل الشوكي او يعمل له ضمور في الحبل الشوكي. لكن لو انا بمتابعه المريض بتاعي لقيته ثابت ما عنديش مشكله، يبقى الموضوع مش محتاج ان انا ادخله في عمليه ممكن يكون لها اثار جانبيه، لان عمليات تقويم العمود الفقري وخاصه المنطقه العنقيه مع الصدريه خطيره، يعني نسب نجاحها بتصل ل 50% الى 60%، بينما التقويم في اسفل الظهر اسهل بكتير جدا، برغم ان هنا ايه الفقرات كبيره والعضلات اقوى، لا بس تحت اسهل من فوق بكتير جدا. طيب لو لقينا ان ده الانحناء الثابت اللي هو ما بيزيدش ما بيتحركش ومش ضغط على العصب، ما اعملوش حاجه، ممكن اسيبه من غير اي حاجه
وادي للطفل بتاعي سواء صغير او كبير ادي له كالسيوم اقوي بيه العظم، اعلمه التمارين واعلمه القعده الصح واعمل له جلسات علاج طبيعي، وممكن نستخدم ساعات حزام اللي بيحاول يظبط بيه العمود الفقري. فبالتالي يا ام عبد الرحمن الاشعه رنين مهمه جدا، استشاره حد متخصص في جراحات العمود الفقري. لو عملت الاشعه حضرتك بتشرفينا، نقدر نساعد حضرتك. هل احنا من النوع الثابت ام المتحرك؟ النوع اللي بيزيد او ما بيزيدش؟ هل في ضغط على العصب ولا لا؟ ده بيفرق معانا في القرار العلاجي. احنا برضو بنتواصل معاكم، احنا جات لنا رسائل نصيه هيا، واي حد عايز يبعت لنا اسئله واحنا هنجاوب برضو قبل نهايه الحلقه على الرسائل النصيه اللي جايه. انا عايز بس عشان وقتنا بيجري دايما بسرعه، عايز نتكلم، احنا اتكلمنا في موضوع الرقبه، والرقبه دي خطيره جدا الحقيقه. يعني دايما بقول الرقبه دي هي المجمع بتاع الاعصاب بتاعنا كلها، هو الحبل الشوكي هنا. الحبل الشوكي ده الكابل الرئيسي اللي بيشيل العصب. فما نستهونش بمشكله في الرقبه، وخاصه كلمه خشونه في الرقبه، لان برضو الناس فاهمه ان ده اللي عنده خشونه عمره بيخف. لا طبعا ممكن يخف، بس نمشي في العلاج مظبوط زي ما كنا بنتكلم في اول الحلقه. العلاج بتاع الرقبه موضوعه سهل، بس نبقى ماشيين مظبوط ونكمل علاجنا، لان في ناس ياخد العلاج اسبوع اسبوعين، ده انا الحمد لله رقت هوقف العلاج. لا اصل الرقبه خنقاني، بلاش الرقبه، نبدا بقى نفاصل في العلاج كده كل شويه الى ان نصل لمرحله ان احنا ما بنتعالجش. يبقى ان احنا بنتعالج من دماغنا ومن مزاجنا، مش براي الدكتور ولا باستشاره الطبيب المعالج. الانزلاق الغضروف العنق يا جماعه النهارده الحل بتاعه سهل جدا. انا ممكن يبقى عندي غضروف 2 3 4 غضاريف في الرقبه، واعملهم يا اما اعملهم من الامام او من الخلف على حسب انا شايف المشكله جايه منين اكتر، الضغط جاي من الامام او من الخلف. طيب في نوع بيجي في السن الكبير، السن الكبير اللي هو بعد سن 60 سنه، يبدا المريض بتاعنا يشتكي ان ايديه مش قادر يحركها، في تنميل في ايديه وخدلان، ان رجليه بدات تزحف في الارض، مش قادر الخطوه بتاعته تمشي كويس، يعني حاسس ان رجليه لازقه في الارض بيمشي بيها، بينقل رجليه صعوبه في طلوع السلالم، صعوبه في ركوب العربيه، يكعبل في السجاده والبول يبدا يسيب منه او يسبق منه، سواء في السيدات او في الرجال. طبعا هذا الكلام كلام مهم جدا، احنا مجرد ما بقى بنشوف المريض ونفحصه نلاقي عنده حاجه اسمها ضيق في القناه العصبيه العنقيه. القناه العصبيه العنقيه علاجها سهل جدا في السن الكبير، يعني لما بنعمل لهم عندهم عمليه، وهذا المرض دايما بيبقى في السن الكبير، فبالتالي ما عندناش قلق منه. لما بيبقى معانا الضيق ده بيتعمل له حاجه اسمها توسيع للقناه العصبيه العنقيه. دي عمليه سهله وبسيطه وبترجع العصب يتحرك تاني، يقدر يدخل الحمام، يقدر يطلع السلالم بتاعته، ما نوصلش لمرحله الضمور او العجز اللي ممكن تخلينا قاعدين مش عارفين نشتغل او نتحرك. في معانا اتصال؟ استاذ جمال. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا استاذ جمال، اتفضل حبيبي. اهلا بيك يا دكتور. اتفضل. لو سمحت، عندي فيروس في الكبد وعندي تليف يعني جامد شويه. الف سلام عليك يا جمال، اتفضل. الله يسلمك. ودايما يجي لي عضلات كده في ظهري وفي رجلي وفي جميع جسمي. سامعني؟ ايوه سامعك يا حبيبي، بيجي لك شد في العضلات في ظهرك ورجليك وجميع جسمك، ايه تاني؟ طيب انا هجاوبك يا استاذ جمال. دايما يا جماعه مرضى الكبد ومرضى الكلى بيجي لهم حاجه اسمها نقص في الكالسيوم في الدم. نقص الكالسيوم ده هو لازم اعوض بكالسيوم باستمرار. التقلص اللي بيجي في الرجلين او في عضلات الرقبه او في الظهر لابد ان انا اعوضه باستخدام ثلاث حاجات. نمره واحد كالسيوم، وندور على الكالسيوم اللي معاه فيتامين د، يعني في مركبات في السوق اسمها كالسيوم بس، في كالسيوم معاه فيتامين د، لا نجيب الكالسيوم اللي معاه فيتامين د. يطلع كالسيوم كربونات او كالسيوم ستريت ما يفرقش معايا، الاثنين قريبين من بعض وبيزي بعض في العلاج بتاعتهم، بس المهم يبقى معاه فيتامين د بنسبه كويسه. نمره اتنين ان انا اعوضه بمجموعه فيتامين بي كومبلكس، يعني مجموعه فيتامين بي المركب لازم اعوضها، لان دي برده من الحاجات اللي بتنقص معانا في مريض الكبد، فده دايما بيجي لهم التهاب في الاعصاب، زياده في الالام او توترات في الايه في الاعصاب والعضلات. ثالث حاجه ممكن نستعين ببعض حاجات بنسميها باسط العضلات. باسط العضلات مهم جدا، بس المهم اختيار باسط العضلات الكويس اللي يمشي معانا مع الكبد بتاعنا. في حالات لازم الاول نطمن على وظائف الكبد بتاعتنا، من الحالات اللي عندها تليف سواء متقدم او بسيط نعمل وظائف كبد قبل ما نكتب العلاج بتاعنا. الكالسيوم وفيتامين بي كومبلكس امن جدا للكبد في اي مرحله، ما عندناش فيه مشكله، ولكن العلاجات المسكنه او باسطه العضلات لابد من التاكد من وظائف الكبد في المراحل الاولى.
الالم بتاعنا لما بيقف في الرقبه في الكتف نازل في الصوابع او ضمور في الاصابع او خدلان في ايديا وايديا بتنمل او بينزل في رجليا، بحس ان سيخ نار ماشي في رجليا مش قادر اقعد، مش ده القعده بتتعبني، الوقفه بتتعبني، الانحناء بيتعبني، الكلام ده كله معناها ان في حاجه لمسه العصب، في حاجه ضغط على العصب. 80% من مشاكلنا في العمود الفقري لها علاج، خلي بالكم الكلمه دي مهمه جدا، لها علاج دوائي وعلاج طبيعي ولبس رقبه او حزام وبيجيب معايا نتائج كويسه جدا. 80% 90% منهم بيخفوا بهذا الكلام. اللي بيصل للعمليه هم 20%. ساعات بقى ما بنخبطش كده في الاول الا في ال 20%. يجي لنا المريض وصل بقى ده بقاله 20 سنه بيتعالج، مش بيقول لك ده انا جالي الكلام ده امبارح ولا اول امبارح. كان عندي مريضه من يومين تقول لي انا بقالي 15 سنه وانا عندي غضاريف وزحزحه فقريه ويا دوبك بمشي ودلوقتي بمشي بالعصايه، شوف لي حل. طب يعني لما بنيجي نتكلم 15 سنة الموضوع يعني كتير قوي، مش مفروض نتأخر كده علشان نلاقي حلول سهلة يعني. في معانا اتصال أم عمر. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام يا أم عمر، أهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، العيد ما عندي سنة. أيوه. عامل له عملية صمام في المخ وكان عندي حباية في ظهره وكده بأسفل ظهره. آه. ودلوقتي الشعيرات الدموية دي مش واصلة لرجليه خالص، ما بحسش بيها خالص وما بيقفش ولا عندي سنة دلوقتي. اه يعني رجليه حجر ولا حاجه ما بتحسش بيها. طب رجليه بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ اشعه عضل على رجليه. ما ضعيف العضل رجليه ضعيف قوي. طب يا ام عمر رد عليا، رجليه بتتحرك بيلمها ويفردها ولا ما بيلمهاش؟ لا بيلمها كده وبيفردها وبتقلب، ما بيسحبش بيتقلب كده. ما هو معلش مش مشكله يتقلب، ده لسه سنه ما عنديش مشكله، بس هل مشط رجله بيحركه بيتنيه ويفرده ولا ما بيتحركش؟ لا ما بحركش صوابع رجليه خالص. ما بحركش صوابع رجليه. طيب لما بتحاولي توقفيه كده وتصلبيه كده وسطه بيمسك نفسه ولا ما بيمسكش؟ لا ما بيمسكش خالص، برجليه ملمومه كده. طيب انت عملت العمليه بتاع ظهره؟ ايه؟ عملت العمليه بتاع ظهره؟ اه شلتها له، دي باين مش عارفه كانت عروق لما في ظهره ولا ايه؟ هي مش عروق، ده بيبقى اسمه تشوه خلقي. طفل بيبقى عنده كيس ميه في الظهر، والكيس ده عادة بيبقى معاه أعصاب، يعني ساعات بيبقى على حسب الإصابة بتاعته، ساعات بيبقى الكيس العصب بتاعه فيه إصابة، ده من بدري من قبل العملية أو من أي حاجة بيبقى الرجل العصب بتاعها مش شغال. وبنوصي دايما لما بيبقى الكلام ده موجود نعمله عملية من بدري، لأن ساعات بنشوف أحجام قد كده. ساعات بيجي لنا أطفال ها الكيس ده موجود سواء في أسفل الظهر من تحت أو في وسط ظهرهم أو في رقبتهم من ورا، ساعات بيبقى قد كده أكبر من حجم راسه. وطبعا الكيس ده بيبقى مليان سائل نخاع ومليان اعصاب. في البدايه لازم تتعامل عمليه تركيب صمام. لما بتركب صمام بنبدا الميه الجسم بيبدا يستفيد بيها، بيبدا يسحبها، الضغط الداخلي بيبدا يقل بتاع المخ او الحبل الشوكي. اللي بعد كده احنا عملنا عمليه، من فضلك اعملي اشعه اسمها رنين مغناطيسي على الاعصاب. ساعات بنلاقي في بعض الاعصاب ضعيفه بنعمل لها جلسات علاج طبيعي تتقوى. في بعض الاطفال بيحتاج اجهزه طبيه لعدل الرجل، لان ساعات بتبقى الرجل برضو معوجه كده مقلوبه من تحت، ساعات بنوجههم للعلاج الطبيعي او لبعض الاستشاريين في جراحات العظام لتعديل التشوهات في القدم. وفي علاجات كتيره بتساعد معانا، بس المهم بنعمل اشعه رنين مغناطيسي عشان نعرف الموضوع. لكن ما نستعجلش، سنه احنا لسه بدري على الوقوف والقعده في الحالات دي، ما عندناش مشكله فيها. الاتصال بتاع الاس ام اس عندنا كام رساله. في رساله بتقول عمري 40 سنه، عملت عمليه انزلاق غضروفي من شهرين، وبعد العمليه كنت اشعر براحه، وبعد شهر تعرضت لعمل شاق الى حد ما، وبعدها شعرت بالم في الرجل والظهر، هل الموضوع اثر على العمليه ولا لا؟ موضوع ان الواحد لما بيعمل عمليه، يا جماعه العمليات بتاعت العمود الفقري عمليات ناجحه جدا، بس الحياه دايما لها شروط عشان النجاح بتاعتها. نمره واحد عشان اعمل عمليه وتنجح، لابد ان يكون الجراح متخصص في جراحات العمود الفقري، يبقى مخه واعصابه عمود فقري ونعمل الحاجه صح. نمره اتنين، ان العمليه تتعمل في مكان مجهز ومؤهل لاجراء الجراحه، ما اعملش عمليه في مكان ضعيف وفجاه ان الفقره كانت سايبه وما عنديش الامكانيات ان انا اعمل لها تثبيت. ها والكلام ده بنشوفه كتير جدا، يقول لك اصل الدكتور اكتشف ان الفقره سايبه وقال لك يعني بعد كده نبقى نلبس حزام او بعد كده نعمل لها عمليه. طب ما عملتهاش ليه وانت في اوضه العمليات وخلصنا من الحدوته مره واحده؟ بيبقى نقص الامكانيات بتاعت غرفه العمليات. وكمان مشكله في العمليات اللي هي التعقيم، يعني ساعات بيبقى في بعض العمليات التعقيم فيها ضعيف جدا وتسبب مشاكل والتهابات والتصاقات في العمليه. ثالث حاجه بقى، وديت هنا كانت المشكله، ان بعد العمليه
لازم اعمل عمليه تاهيل للظهر واشيل بالراحه، ها ما اشيلش حاجات تقيله، ما اعملش مجهود جامد. هذا الكلام بيفرق معانا كتير جدا لما بناخد فتره اللي هي من شهرين لاربع اشهر بعد العمليه تاهيل للظهر. عموما انت ما عندكش مشكله، احنا عملنا العمليه، نريح بقى شويه، ناخد علاج، ارجع للدكتور المعالج بتاعك اللي عمل لك العمليه، هنعمل لك يدي لك علاج دوائي، يعمل لك اشعه عاديه او اشعه رنين مغناطيسي جديده للاطمئنان، وتريح. مفروض راحه على الاقل تاخد من اسبوعين لشهر، ثم بعد كده لو احتجت تعمل جلسات هيعمل لك جلسات، وهتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل وبسيط. في سؤال تاني، لدي انزلاق في الفقرات الرابعه والخامسه منذ عدة سنوات، وعملت الفحوصات وكنت اخذ كثير من المسكنات ولكني عجزت، فهل لابد من العملية ام يوجد ادوية تفيد؟ لا طبعا، يعني ولكنك عجزت، يعني بعد العجز في ايه تاني؟ الحق نفسك، العملية مهمة، والعملية زي ما تقولنا دلوقتي لما بتتعامل بشكل صح هي انقاذ لما يمكن انقاذه، عشان ما ندخلش ناس كتيرة جدا بتسيب نفسها لحد ما لا قدر الله بيجونا قاعدين على كرسي بعجل، او متشالين مربعة، او البول مركب قسطرة والبول والبراز سايب منه مش حاسس بيهم، فطبعا مش حابين نوصل لهذه المرحلة. السلام عليكم، انا سارة، والدتي تشكو من الم في الظهر والرجلين منذ عدة اشهر، عمرها 55 سنة، واظهرت نتائج الرنين ان لديها انزلاقة من الفقرة الرابعة والخامسة، اجرت العملية ولكن الالم ما زال موجود. يا سارة، احنا كنا بنقول ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الالم بعد العملية تفضل؟ نمرة واحد، يا اما الوزن كان زيادة قبل العملية وما خسسناهوش. نمرة اتنين، يا اما عندي هشاشة في العظم والعظم ضعيف. رقم تلاتة، لو في التهابات في العملية او بعد العملية او حدوث حاجة اسمها التصاقات، وده بيبقى مشكلة يا اما في جسم الانسان نفسه، حاجة خاصة بالمريض، في مرضى لو اتعملت لهم العملية فين بيحصل فيها التصاقات، وده موجود في امريكا، موجود في انجلترا، في كل الدنيا بيحصل هذا الكلام، في بعض الناس عندهم استعداد لهذا الكلام، او نتيجة لوجود تلوث ما في العملية ادى الى مثل هذه المشكلة. الحاجة اللي بعد كده، لو انا عندي زحزحة الفقرية اللي انا كنت بقول عليها يا سارة من شوية، لو انا عندي فقرة اصلا متحركة من مكانها، فانا لما بعمل عملية في العمود الفقري والفقرة كانت سايبة، بعد العملية الفقرة بتسيب اكتر، بتتحرك اكتر، فده بالتالي بيخلينا ندخل في الدايليما بتاعت ايه؟ بتاعت ان انا عندي زحزحة فقرية وبنحتاج حاجة اسمها تثبيت الفقرات. الحقيقة انا عايز اوريكم بعض الحاجات كده، احنا لما كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات وبنقول مشاكلنا في العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، ما احنا ساعات كتيرة جدا بقينا مش فاهمين يعني ايه غضروف، يعني ايه العمود الفقري، فاحنا حبينا نوريكم بعض النماذج، سواء يعني من الحالات اللي بتتعالج. بصوا معانا على الصورة دي، ديت الرقبة يا جماعة، يعني الفقرات العنقية وانا مهتم بيها جدا النهاردة. الرقبة بتتكون من 7 فقرات اهم. الرقبة فيها ميزة، ده جوه ده الحبل الشوكي، وبعدين هي بتتحرك في كل الاتجاهات، يعني شايف الرقبة تتحرك شمال ويمين فوق وتحت، الاصفر ده الحبل الشوكي مزروع جوه الفقرات، الازرق ده اسمه الغضروف اهوت، وده العصب خارج. بص بقى الفقرة الجميلة اللي بتتحرك دي، ساعات حركتها بتبقى عذاب، الغضروف ده بيضغط هنا على العصب، انا حركته شمال ويمين اهو، بس ده غضروف طري جميل بيتحرك ويرجع، ده الطبيعي بتاعنا. طيب غير الطبيعي بقى، نبدأ ندخل في الحدوتة دي. ادي الغضروف تركيبه، علشان يعني الناس ساعات بتقولك ايه علاقة الغضروف بالعصب، ادي الغضروف اهو موجود هنا، وده جسم الفقرة اهو، الغضروف فيه جزء طري اللي في النص، في جزء بره بيبقى ناشف، عامل زي الايه، ها زي الحزام جامد قوي، ده اللي وراه بقى الحبل الشوكي، وده العصبة. هنبص كده تلاقي العصب طالع بجنب، له فرعين، واحد بتاع احساس واحد بتاع حركة، عشان كده العصب بتاع الاحساس هو الاقرب الى الغضروف، لو الغضروف ده جاله مشكله كبر او انفجر بدا يخرج على العصب ده. شايف العصب ده مزنوق فين؟ ما بين عظمه، ادي عظمه وده عظمه، والعصب ماشي، دي بنسميها القناه العنقيه. القناه العنقيه هي قناه الحقيقه ضيقه جدا، وهوري لك بقى نتيجه هذا الكلام بيحصل فيه ايه. عندما يكون العصب مضغوط الالم بيبقى موجود. طيب نبص تاني نقول لك ايه، انا عايز اوري لك حاله، لان كان في حد سالنا عن حكايه الاورام في الحبل الشوكي. بصوا يا جماعه، دي صوره لمريض عملنا له عمليه، هوري لك اشعته بعد شويه، لقينا في عنده ده كان بيتعالج على انه غضروف وسايبينه، لقينا في كوره جوه هنا ضغط على الحبل الشوكي، ده الحبل الشوكي، الحبل الشوكي ده خطير جدا ودقيق جدا وضعيف جدا،
والدوره الدمويه الورم لما بيطلع بيبدا ياخد من الدم بتاع الحبل الشوكي. في ناس تقول لك هو في ورم في الحبل الشوكي بيتعمل له عمليه؟ اه بوري لك اهو، ادي ورم بنقدر نشيله، وهتشوف الحبل الشوكي بعد نهايه العمليه عامل ازاي. بص ادي الحبل الشوكي اهو، بنسلك منه العصب، شايف الورم انا ربطه فاتله اهو، وبنسحبه، بنسحبه بس مش بنسحبه بنشد، لا ده احنا بنسلك العصب. بص بنسلك، بنسلك اهو تماما، الورم في الاخر هيخلص ونخرج بيه. اهم حاجه ان احنا حافظنا على النسيج بتاع الحبل الشوكي. الورم ده هو لما بنشيله يرجع المريض الحركه بتاعته تبقى طبيعيه، لان المريض ده اشتكى من ايه؟ من ضعف في ايديه ورجليه، تقل وفي الاحساس بتاع الحركه بتاعته. بص بقى اخر حته في العمليه اهو، ادي الورم طلع تماما، الحبل الشوكي بينبض جميل اهو، الورم اللي كان زي الكوره في الاول لا ده اتشال وخلصنا منه. طيب ايه تاني بقى عايز اوريه لكم؟ انا عايز اوريكم بقى بعض الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. ادي اشعه، بصوا معانا على الاشعه دي بعد اذنكم. ادي الفقرات، ادي فقره 2 3. بصوا ده في مريض كبير عنده كام؟ 60 سنه، عنده ضيق وما عادش عارف يمشي برجليه، ورجليه بتنمل وبتغدل. نعمل اشعه تلاقي بقى ادي غضروف 2 3 4، ضيق كامل في القناه العصبيه. شايف الضيق دهوت؟ ما فيش دواء هنا هيضيعه. انا اول ما بشوف المريض ده بقول له تعالى حضرتك محتاج تدخل جراحي وعملي. ادي الزحزحه الفقريه، الفقره المنقوله اهي، زي ما كانت يعني اختنا السائله مدام نهى كانت بتسال على الزحزحه الفقريه. ادي الاشعه الرنين المغناطيسي، هي دي بتفيدنا في ايه بقى يا مدام نهى؟ اشعه الرنين المغناطيسي بتبين درجه الانزلاق، الفقره دي متحركه من مكان، دي بنسميها درجه ثانيه، يعني خلصنا الدرجه الاولى ودخلنا في الدرجه الثانيه. نبص ده العصب ماشي كده 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 كده، يجي هنا يقف كان في حاجه يعني قطعت عليه الطريق بالعرض، ده لازم عمليه ولازم ارجع هذه الفقره، وبستخدم حاجه بنسميها اجهزه حركيه تثبيت. ما عدناش بنستخدم الشرايح الستانلس ستيل، الحاجات اللي هي كانت بتخلي الظهر متشنج ومشاكلها كانت كتير. الزحزحه الفقريه ممكن تبقى صغيره درجه اولى او درجه ثانيه، وفي ساعات درجه ثالثه هنوريها لكم. ادي طب ده يتلحق؟ اه يتلحق ويتعمل له عمليه في اكتر من فقره، وارد هذا الكلام. الغضروف لما بنسيبه والفقره تبدا تتحرك تبدا تتاكل، ده تاكل في جسم الفقره والقناه العصبيه اهو، العصب الابيض الجميل ده اتسد هنا قفل قفل، دخلنا في مشكله في العصب في الغضروف بتاعنا. مريض زي مريض الكلى نسيب الغضروف عنده نهمله، ما نديلوش علاج ولا نعمل له عمليه، يدخل في ده بقى جسم الفقره يتاكل تماما، التقي الدنيا سايبه، وساعتها التدخل والعمليه صعبه جدا ان انا اعملها. طيب هنا ادي المريض اهو، ادي الاشعه بتاعت المريض اللي عنده ورم، ادي كان بيتعالج على انه عنده غضروف وخشونه، عملنا الرنين طلع هذا الورم اللي زي ما شفنا دلوقتي هو بيتشال، ما ورم زيه شبيه له بالظبط واحنا بنشيله، شايف ده؟ هنوريه لك وهو بيتشال بعد كده. فقرات عنقيه نتيجه للاصابات والحوادث والطب العربي الجميل، انا دايما بتكلم يا جماعه بلاش نمشي بدماغ حد مش فاهم، يعني ده مريضه قال لك نعمل طب عربي، شدوا الرقبه شمال يمين، الرقبه فصلت عن بعضها، حصل كسر وحصل اصابه في الحبل الشوكي. الانزلاق الغضروفي في الظهر ممكن يبقى موجود اهون، الاشعه العاديه تبين الخشونه، تبين الكلام ده كله. انا عايز شوف ده بقى اللي كوى بالنار، انا بحب اوريكم المناظر دي يا ناس، الكلام ده ما يتعملش. ادي اللي كوى بالعمل زي الهلال اهون، انا بوري لك المنظر، وده اللي عمل حجابه، كل دول عملنا لهم عمليات بعد كده، بينما كانت قضيتنا ورم لو شلناه خلصت القضيه، لكن اهو ادي الورم اهو، اسيبه وهو موجود كده واعمل له حجامه؟ الحجامه هتضيع ده؟ ها؟ هل العلاج الطبيعي ممكن يشيل الورم ده من جوه؟ ولا ان انا اشيله واخرج بيه بهذا الشكل حل مشكلته، وليس ان انا اعمل له خزام او ان انا اكويه بالنار؟ انا طبعا المناظر كتيره، نرجع لبعض، يمكن الوقت يعني بيجري معاكم بسرعه جدا، انا بتعمد ان احنا دايما نفتح المواضيع ونتكلم، وهنتكلم معاكم بأمانة جدا. في كتير جدا من الحالات العلاج بيجيب نتيجة معاها، 80 إلى 90% من العلاجات بتفيدنا. في بعض الناس اللي بنحتاج نوصل معاهم للعملية، والعملية نسبة نجاح 95 إلى 100%، فالموضوع ما فيهوش حاجة تضايقنا، وبلاش نستنى لحد ما يجي الوقت اللي لا العملية تنفع ولا العلاج هيجيب نتيجة. فأنا نصيحتي ليكم جميعا اللي عنده مشكلة خاصة برقبته بظهره بالعمود الفقري يبدأ يتحرك يدور عليها، نطلب أشعة نعمل الأشعة، اتطلبت مننا علاج طبيعي نعمله، اتطلب مننا علاج ناخده، اتطلب مننا عملية نبدأ نفكر بروية كده، لكن ما نرفضش الرفض اللي يضيع علينا فرصة فيما بعد. في نهاية الحلقة معاكم أنا سعيد بلقائي النهاردة بيكم،
نتمنى أن نتواصل دائما، تليفوناتنا موجودة عند حضراتكم، يسعدنا دائما أن نلتقي، يسعدنا أن احنا الأسئلة بتاعتكم ابعتوها لنا، نمر الرسائل النصية موجودة عندكم بعتونا وإحنا نجاوب لكم عليها إن شاء الله. كل الرسائل اللي بتوصل لنا بنجاوب عليها بأمر الله تعالى. في نهاية الحلقة نتمنى لكم جميعا الشفاء، نتمنى لكم العافية والسلامة من كل الأمراض، نستودعكم الله إن شاء الله نلقاكم على خير في حلقتنا القادمة معاكم يوم السبت والحد في نفس الميعاد الساعة 1:15 على قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال. نستودعكم الله ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.